يعني حته كده بقى نبعد عن الجو ده. الاستاذ الجميل عمرو اديب، يعني دايما تعرفين الاستاذ عمرو اديب دايما مشهور بتغريداته بكلامه بالانترو بتاعه لما الاهلي بيكسب. هو خلاص استاذ عمرو اديب خلاص قال لك هو النادي الاهلي ده عايز ايه؟ ايه كميه الحظ اللي في النادي الاهلي دي؟ يعني نزل تغريده لو نعرضها يا جماعه، يعني نزل تغريده قال هو في كده؟ يعني في كده؟ قاعد يقول في كده زي ما حضراتكم شايفين. ان هو يعني بيقول انا تمتمت بالكلام ده بعد ما شفت النادي الاهلي بيكسب النادي المصري بهدف قاتل تعادل وهدف كمان قاتل فوز، وده نادي حظه غريب. والله العظيم يا استاذ عمرو ما حظ، واكيد حضرتك عارف ان هو مش حظ. الحظ ممكن يجي معاك مره، يجي معاك مرتين، يجي معاك ثلاثه، يجي معاك اربعه، لكن الحظ عمره ما هيجي معاك على طول. يعني الحظ عمره ما هيبقى معاك على طول على طول على طول، لا لا، في اراده، في روح، في ثقه، في جماهير قاعده قاعدين كده يعني فاردين ايديهم واثقين في فرقتهم قوي، لان هم عارفين ان فرقتهم دي رجاله ومقدرين يعني ايه جمهور بيحب النادي الاهلي وبيموت عشانه، فهيموتوا هم كمان في الملعب عشان يسعدوه. في ناس بتشتغل، في ادارات بتشتغل، في اجيال بتتوالى مع هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق عشان يحقق الانجازات دي ويرسم البسمه على وجوه كل الجماهير الاهلاويه. الموضوع مش موضوع حظ، حظ مش هيجي لك كل ماتش في ثانيه الاخيره، الموضوع اصرار وعزيمه وقلب وروح ودم وزي ما انت عايز تقول قول. الموضوع عمره ما كان حظ، لو قلنا حظ مش هنقول عماد متعب في الثانيه الاخيره في الكونفدراليه، ابو تريكه في الثانيه الاخيره في تونس، بركات في الزمالك، ابو تريكه في الزمالك، عماد علاء ميهوب في المصري 84، احمد فتحي في الجيش ماتش الدوري اللي خدناه، احمد فتحي تاني في ماتش المصري، عمرو جمال في ماتش المصري، كتير جدا لو قعدنا نفتكر الكلام ده هقول لك الموضوع مش حظ. واكيد طبعا حضرتك عارف ان هو مش حظ، موضوع كبير جدا جدا جدا. الموضوع مدرسه، علمت ومدرسه كبرت واجيال بتورث اجيال. يعني ايه نادي اهلي ويعني ايه روح، يعني ايه بطولات، يعني ايه جمهور مستنيكوا عشان تفرحوه، جمهور كبير قوي مش في مصر بس، جمهور في كل حته، جمهور فعلا يستحق ان انت تموت عشانه، فلازم تموت عشانه فعلا عشان تفرحوه. في الاول وفي الاخر النادي الاهلي عمره ما كان محظوظ.